السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. طبقنا اليوم هو طبق حلو، تشيز كيك الروسي. مقادير العجينة: طحين أبيض، سكر، زبدة باردة، بيضة بحرارة الغرفة، كاكاو، بيكنج باودر ورشة ملح. المقادير بالتفصيل رح اترك لكم اياها بصندوق الوصف. اول خطوة رح نبدأ فيها هي خلط المكونات لتتكون عنا العجينة. هلا رح استخدم ايدي حتى لم العجينة لم. هذا شكل العجينة اللي صار عنا. هلا انا رح احطها بكيس واتركها بالبراد لبين ما انتهي من تحضير الخليط. هلا نحن بنحطها بالبراد حتى تساعدنا بالعمليه انه ما تكون العجينه سايحه معنا كثير بما انه فيها زبده. عملتها بهذا الشكل حتى تساعدني لما بدي مدها بالقالب، بتساعدني بطريقه المد. قبل ما احضر الخليط بدي احكي عن انه لازم بهي المرحله نكون نحن شغلنا الفرن على درجه حراره 200. بالنسبه للقالب يفضل القالب من اللي له قاعده بنقدر نفتحها من على طرف، لأنه هي الكيكة من النوع اللي ما بتنقلب. بالنسبة لي أنا هون حطيت ورقة زبدة وغلفت القالب لأنه عندي الحواف كتير رفيعة ممكن يحترق الكيك. اللي عنده القالب الحواف سميكة ما في داعي لأنه يغلف القالب بورق الزبدة. مقادير الخليط: عندي بيض بحرارة الغرفة، عندي سكر، لبنة اللي هي اللبن اللي منصفيه يعني بتكون اكثر سماكته او كثافته اكثر من الزبادي، زبده هون لازم تكون عنا بحراره الغرفه الزبده، فانيلا، رشه ملح، عندي كريمه الخفق او كريمه الحلويات. ممكن تستخدموا اذا ما انا موجوده نستخدم الكريم الشانتيه البودره ونضيف له شويه حليب. رح نبدأ هلأ بتحضير الخليط. هي مجرد عن إضافة المكونات مع بعض، بس أول خطوة بنخلط البيض والفانيلا، رح نضيف الزبدة، هلأ رح نضيف اللي هي اللبنة والملح والسكر والكريمة. هلا انا رح استمر بالخفق لحد ما يصير عندي الخليط ناعم متجانس مع بعض. هذا الخليط صار عنا جاهز. هلا رح نغلف القالب. بالنسبة لهي الكمية انا رح اترك كمية تقريبا هذا المقدار حتى زين فيه الوجه، وبقية العجين رح غلف فيها القالب. بعد ما غلفت انا قاع القالب رح غلف ابدا بالحواف. شكل القالب بعد ما غلفناه بالعجينة. هلا رح ضيف الخليط. بالنسبة لتزيين سطح الكيكة،
إما رح نحط العجينة بشكل عشوائي، أو إذا في عندكم قطاعات بتحبوا تقطعوها ما في مشكلة. صارت عنا الكيكة جاهزة، هلأ رح ندخلها على الفرن. الفرن أنا كنت محميته على درجة حرارة 200، رح نزله لل 180 أو 170، وكتير مهم إنه نشغل عليه من الأسفل فقط، ما نشغل من الأعلى، ونحطه على الرف الوسطاني. بتاخد معي وقت من 45 دقيقة ل 55 دقيقة. هاي شكل الكيكة عندي بعد 55 دقيقة، صارت ناضجة عندي. أنا ما شغلت الفرن أبداً من الأعلى، ومع ذلك أحمر عندي الوجه. فهذا أنتوا بدكم تشوفوا الفرن عنكم، ما في داعي نشغل من الأعلى إذا أخذت هاي الطبقة. هلأ اختبارها بهذا الشكل، لازم تطلع عنا بعد الزوائد على عود اللي عملنا عليه الاختبار، لأنه نحن لازم نترك الكيكة لحد ما تبرد بتتماسك. لازم كتير ضروري انه تبرد تقريبا تماما تكون باردة، ندخلها على البراد ونتركها كذا ساعة لحد ما نقدر نطالعها من القالب. طبقنا صار جاهز، مقادير الوصفة بالتفصيل بتلاقوها بصندوق الوصف. لايك للفيديو اذا حبيتوه، والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل جديد. وصحة وعافية.